لو انا بتكلم بقى على ان انا عندي decay plus input at a concentrate، يعني بمعنى ان انا عندي dy by dt بتساوي a minus b في y. الكلام ده عبارة عن ايه؟ يعني انا دلوقتي بفقد بالطريقة اللي هي الاكسبوننشال ديكي اللي انا متعود عليها، بس في عندي constant feed، يعني بزود الحاجة دي بطريقة constant، بوجود حاجة constant موجودة عندي، اوكي، في نفس الوقت. اوكي، لو انا حاولت احل الديفرنشال ايكويشن دي مش هتطلع لي اكسبوننشال ديكي كيرف عادي، لا تطلع لي حاجة بالشكل ده كده، هيطلع لي حاجة زي exponential growth، والexponential growth ده له limit، له حاجة ثابتة كده يوصل لها، والحاجة الثابتة دي بتبقى ايه؟ بتبقى ايه على بي، بتعتمد على قيمة الاي دي بتساوي كام وقيمة البي دي بتساوي كام. اوكي، فنعرفها ازاي دي؟ لو انا بتكلم على كيرف زي كده، يعني لو بتكلم مثلا على ان تي بتروح لانفينيتي، تي بتروح لانفينيتي معناها ايه؟ معناها ان دي انفينيتي، يبقى معنى كده e to the minus infinity دي بتساوي صفر، يعني الجزء ده بيساوي صفر، يعني معنى كده y بتساوي a over b، يعني at t بتساوي infinity الكيرف ده هو اللي هوصل له، ده الكيرف ده اللي هيبقى الليمت بتاعي، ده الفاينل فاليو بتاعتي. طيب at t بتساوي 0، at t بتساوي 0 يبقى معنى كده دي بتساوي 0، يبقى معنى كده الاكسبوننشال تيرم دوت هيساوي 1، يبقى معنى كده 1 ناقص 1 بيساوي صفر، يبقى لازم الانيشال فاليو بتاعتي تبقى هنا. اوكي، يبقى انا عارف الانيشال فاليو بتاعتي هنا، والفاينل فاليو بتاعتي هتبقى في الجزء اللي هو هنا ده كده، في الايه، على الـ على الفاينل كيرف بتاعي. في النص بينهم بقى يبقى في، يعني الكيرف بتاعي هيطلع بشكل اكسبوننشال كده، وايه طالع بشكل اكسبوننشال جروث، ده اللي بنشوفه مثلا لو احنا بنشحن كاباستور او حاجه زي كده. اوكي okay.